السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل بدي أشرح كيف نستخدم system.out.printf. printf يعني formatted print. formatted print شلون أعمل تنسيق للoutput تاعي باستخدام printf. إحنا بنعرف اللي هو system.out.println، تمام، system.out.print و system.out.println، تمام. هذه الجملتين معروفة لدى كل من تعلم جافا، لكن البعض يجد صعوبة في الجملة system.out.printf بدل print أو println تستخدم printf. printf تستخدم فعليا هي أكثر من argument. الargument الأول اللي هو format string، والarguments الأخرى values اللي بدي أطبعها. طيب إيش يعني values اللي بدي أطبعها؟ مثلا لو أجيت أطبع string عادي مثلا welcome، طيب بقدر استخدمها بهذا الشكل؟ نعم بقدر استخدمها بهذا الشكل بدون اي اشكاليه. طيب لو كان عندي قيم معينه، احنا في البرنتلين مثلا لو عندي مثلا قيمه باي، خليني اقول دبل مثلا باي، قيمه باي الكونستنت المعروف اللي هو 3.141522 مثلا، طيب واردت طباعته يعني وبدي أطبعه بصورة تقريبية وليس كل هذه الخانات العشرية. لو طبعته باستخدام printlen طبعا لن يكون متاح لي بهذا الشكل. يعني لو كتبت باي مثلا equals وحط concatenation وأعمل قيمة باي راح يطبع لي إياها بكافة الخانات العشرية. لو أنا ما بدي إياها بكافة الخانات العشرية، بدي إياها بس يطبع لي 3 و14%، كيف راح أقوم بهذا الأمر؟ بستخدم printf. printf هنا وهنا الفورمات string. عشان أطبع أي value بدي أستخدم إشي اسمه format specifier، وهذا اللي بيحدد data type اللي بدي أطبعه وكذلك الفورمات تبعه. طيب الباي من نوع double، الدبل اللي هي floating point number، ففي لها format specifier اللي percent. كل الفورمات specifiers عندي ببدأ بالpercentage sign و f. طيب percentage sign f اذا اجيت طبعتها بهذا الشكل واحط فاصله، هذا البارامتر الثاني، واحط قيمه باي، فالان الباي هذه راح تيجي في الطباعه هنا محل الفورمات سبيسيفاير. يعني بامكاننا نتخيل الفورمات سبيسيفاير ك بليس هولدر للفاليو اللي راح تيجي من البارامترز الاخرى. فالان لو نفذت هذه راح يطبع لي اياها ب شكلها الحالي. طيب الآن أو أضاف لها صفر. الديفولت تبع البيرسنت إف، الديفولت تبعها إنه بيعطيني 6 خانات بعد الفاصلة. يعني لو كانت القيمة مثلا 3.1 على فرض مثلا أو 3.14% بهذا الشكل مثلا، راح يطبع لي بعديها 4 أصفار بعد 14. طيب إذا أنا بدي بس خانتين بحدد، بقول له بعد ال فاصلة عشرية بحط عدد الخانات اللي أنا بدي إياه. إذا حطيت 2 راح يجيب لي فقط خانتين بعد الفاصلة العشرية. طيب لو حطيت 3 بيجيب لي 3، تمام. لو حطيت هنا 1 5 9 2 مثلا، طيب الآن بيجيب لي إياها ب3 خانات عشرية 1 4 1. طبعا في نقطة مهمة، إذا جبت الخانة الرابعة والخانة الرابعة بعديها قيمة أكبر من 5 بيعمل تقريب. فإذا قلت له 4 راح يطبع لي اللي هو 3.141، راح يطبعها 6 مش راح يطبع لي 1 5، راح يعمل تقريب راوندينج للرقم اللي بعديها بهذا الشكل. طيب هذه بالنسبة يعني لاستخدام البرنت اف ببساطة. الآن بالنسبة للفورمات سبيسيفايرز، مثل ما بنلاحظ عندي هنا في عندي عدة فورمات سبيسيفايرز وفورمات سبيسيفاير لكل داتا تايب. طبعا هذه ليست كل الفورمات سبيسيفايرز الموجودة في لكن هذه الفورمات سبيسيفايرز المشهورة والأكثر استخداما فعليا. فإذا أنا بدي أطبع بوليان فاليو بستخدم بيرسنت بي بوليان، كاركتر سي، ديسيمال انتجر أي نوع من أنواع الانتجر سواء كان بايت شورت انت لونج بستخدم دي، تمام، بيرسنت دي.
floating point number سواء كان double أو float بستخدم f. والe للscientific notation اللي بنستخدم فيه اللي هو الe notation بستخدم percent e, والpercent s إذا بدي أطبع string. تمام؟ فهذه بكل بساطة. لو الآن عملت مثال بسيط, مثلا لو عملت variable سميته مثلا name, مثلا أسمي أي شيء أحمد for example, عفوا string name, وأسميه أحمد, و age مثلا خلنا نقول أنت age نقول 30 مثلا. طيب والآن أجي أطبع your name is أحمد و you are كذا years old, فأجي أعمل system.out.printf أقول your name is, والمكان اللي بدي يجي فيه اللي هو قيمة الـ variable your name بحط percent s و على فاصلة you are, وأقول age مكان الايج احط ايش percent d years old, وممكن اعمل percent n. percent n نفس backslash n تنزلني سطر. طيب وهنا احط name و age. الان ايش اللي بيصير عندي بالضبط لما اجي اطبع في printf؟ طبعا انا حطيت تو فورمات سبيسيفايرز, هذا الاول وهذا الثاني. في عندي نقطه مهمه, النقطه انه انا حطيت تو فورمات سبيسيفايرز معناته لازم احط تو بارامترز هنا. اذا حطيت واحد بارامتر او ثلاث بارامتر على طول بيعطيني ايرور. تمام, وايضا الترتيب الفورمات سبيسيفايرز الداتا تبعها مفروض يطابق الايش الداتا تايب تبع الفاريبل. يعني هذا سترينج هنا بحط percent s, لو حطيت نوع ثاني على طول بيعطيني error لأنه مش متوافق معها, وكذلك بالنسبة لل percent d اللي هو decimal value لل age. فلما أجي أطبع قيمة name ال value تبعت name راح تيجي هنا, وقيمة ال age راح تيجي هنا. تمام, فراح يطبع لي your name is أحمد, you are 30 years old. خلينا نعملها run ونشوفها. فبهذا الشكل, فالنيم اجت قيمتها محل الفورمات سبيسيفاير تبعها, والايج اجت محل الفورمات سبيسيفاير حقها. طيب الان احنا بنقدر نعمل فورماتنج, نضيف سبيسز او نحذف نضيف سبيسز سواء قبل او بعد الفاريبل. الان هنا عندي عده امثله, هنا مثلا بيرسنت 5c, كل امثله متشابهه الى حد كبير انه نضيف سبيسز حسب اللينث تبع الفاريبل اللي عندي او الفاليو اللي عندي. مثلا عندي الفاليو هنا الايج 30, لو حطيت 5 مثلا 5 دي راح يكون طول القيم الايج عندي هنا 5. يعني ايش هي من خانتين, راح اضيف قبليها ثلاث فراغات بحيث تكون زي خمس خانات تاخذ او مقدار 5 كاركترز. فالآن لو طبعت هذه مثلاً 5D مفروض يضيف هنا الثلاثين, بيضيف زيادة قبليها إيش ثلاث فراغات زيادة لأنه هي طولها أيضاً من رقمين. فهنا ضاف الثلاث فراغات اللي أنا وضعتهم, حطيت 5 فهنا 3 و2 اللي هي أخذتهن 30, فهذه طول السترينج اللي انطبع عندي صار إيش 5. إذا حطيت ماينس خمسة بيضيف الفراغ بعديها, بيضيف إيش الفراغ بعديها. إذا أردت إني أضيف فراغ بعديها حطيت ماينس خمسة أضاف ثلاث فراغات بعديها, لو حطيت ماينس 10 بيضيف 8 فراغات بعديها. نفس الشيء بالنسبة لي السترينج اللي هو أحمد, لو بدي أضيف مثلا هو كم حرف, 5 أحرف, لو حطيت مثلا 10 بيضيف 5 قبلها لأنه هي 5 أحرف, فبصير كأنه سترينج طوله 10. يعني هو بأخذ هذه كجزء طولها 10 كاركترز. إذا حطيت نيجاتيف 10 بيضيفها إيش الفراغات بعديها.
هي مسألتها بسيطة جدا، لكن تحتاج إلى شوية تمرين بس. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.